نسأل الله أن يبارك فيهن وأن يجزيهن خيرا على هذا الحضور. ولا ريب أنه مما يغبط عليه أهل الإسلام أن يكون في الإسلام هؤلاء النسوة التي في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن وعظمت فيه الملهيات، إلا أنهم جعلوا تلك الفتن والملهيات وراء ظهورهن وقدموا إلى بيوت الله. نسأل الله أن يزيدهن ثباتا، وأوصيهم جملة من الوصايا. على العموم، من حيث العموم، أوصي بأمور يعني عاجلة له. أولا، حاولي أن تكون لك سجادة في غرفة النوم، سواء كنت متزوجة أو غير متزوجة، واحرصي على أن لا تنامي إلا بعد صلاة. هذا يشمل حتى الرجال، فإن النوم موتة صغرى، فيكون آخر عهدك بالدنيا قبل أن ترفع روحك جزئيا صلاة بين يدي الله. عند النوم أكثري من قراءة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فإن من المشهور أن الأرواح إذا قبضت في المنام ترتفع، فمن كان على وضوء وقرأ آيات فيها الإخلاص مثل الكافرون قل هو الله أحد تكون روحه في المنام أقرب إلى العرش، وكلما كانت عياذا بالله متضخمة بشيء من الفجور كانت أبعد. الله يتوفى الأنفس حين موتها، وهذا الموت الصغرى. الأمر الثالث أيتها المباركة، إن كانت الوالدة موجودة فاحرصي كل الحرص على برها، ولا ترفعي عليها صوتا مهما بلغ الأمر. الأمر الرابع وهو بالنساء خاص، الكيد والحسد في النساء قد ينتشر بصورة أكبر، فاحفظي لسانك أن تقعي في عرض مؤمنة، ولا يدفعنك حسد أو بغض أو موقف إلى أن تتجاوزي طاعة الله فيها. فإن الإنسان كلما عصم الله لسانه من الخوض في أعراض الناس كان ذلك من أعظم أسباب التوفيق لحسن خاتمته. وأسأل الله أن يزدكن تقى وصلاحا، وأن ينفع بكن بيوت أهل الإسلام.